إبراهيم البخاري السنوسي، بختار محلة لمنطقة محلة تكركيبة ببلدية بنت بعير. تقع محلة تكركيبة في بلدية بنت بعير. طبعا بلدية بنت بعير تبدأ من محلة تكركيبة وتنتهي بمحلة الأبيض، تكركيبة غربا والأبيض شرقا. عدد سكان محلة تكركيبة يربو على 2500 نسمة تقريبا. محل سكان المحلة الأنشطة نتاعهم يعتبر النشاط الزراعي هو الأبرز في المحلة. العدد هذا اللي قلنا يزيد على 2500 نسمة، غالبيتهم من الشباب، وهؤلاء الشباب عندهم طموح، ومن أبرزها هي أنهم أولا أنهم قادمين على مرحلة الزواج، فمن أولوياتهم هي الإسكان. بالنسبة للمشروع السكني هذا اللي احنا فيه الآن، بدأ العمل فيه تقريبا في 2008 تقريبا الأساسات، وعدد الوحدات السكنية 130 وحدة سكنية تقريبا. كانت هذه 130 وحدة سكنية تكفي لحاجة السكان، لأن عندنا مجموعة من السكان لحد الآن يعيشوا في الأكواخ. وبما أن من 2008 تقريبا إلى اليوم هل تقريبا 18 أو 17 16 سنة، طبعا زاد عدد السكان أصلا، وكلهم معظمهم زاد عدد السكان وزاد عدد الوحدات السكنية المطلوبة، حيث أن غالبية الشباب يعيشوا في أكواخ هم الآخرين، ضافوا على الأولين، بالإضافة إلى أنهم مؤجرين، يعني ما عندهم سكان خاص. مبني ومصبوب، عندنا مش مصبوب على نسبة الإنزال كويس، النسبة لما تكون بسيطة.